السلام عليكم اخواتي احبتي، تحياتي لكم، سلامي لكم. كما راكم تشوفوا هذا اسمه ريجنز كانال، يعني هذا القناة المائي طوله 14 كيلو متر تقريبا، يمر على عدة بلديات هنا في لندن. الناس تشوف اليوم جو شوية سخون، يعني كما تعرفوا فيه رطوبة، وسبحان الله يعني النفس تروح لك. لكن الشيء اللي دايرين هنا كاين القنوات المائية وكاين الحدائق وكاين هكذا، فبالتالي الناس يعني تمشي وتنفس. دايرين الحطب هنا، شوف الحطب هذا، شوف كيف ما تقولش ينساوه اسم المتابعة الشيء. شوف بما ان هنا عنده قديم، كاين اشياء بدا يتاكل، شوف يقدم شويه، شوف واش عاد يروح يصدموه. المتابعة مهمة جدا، شوف ما يكلفوا له. ها بالمناسبة في واحد الإخوة سقسوني على المهن اللي مطلوبة هنا في أوروبا، كل بلاد ومهنتها، لكن أنصح خوتنا يعني يقراو مليح اللغات ويركزوا على الحرف، ميكانيسيا مثال، ميكانيكي، كهرباء سيارات، هادو يعني فيهم مستقبل أكثر. أما الحرف السهلة يعني كما نقولوا الناس اللي يحبوا يديروا حفافة، حفافة وحفاف وخلاص، وتقدر تشتغل من بعد، تسوي الوضعية الأوراق تاعها. كل بلاد كيفاه، ما أكذبش عليكم، كل بلاد وقوانينها، كل بلاد وظروفها إلى آخره. فالشيء اللي تلقاه دائما أنك تدير حرفة تلقاها تأكل بها الخبز. أما الناس اللي يقرأوا يعني كفاءات اللي يواصلوا الدراسة تاعهم، يعني أنصحهم يعني باتصال بالجامعات الإيرلندية، إيرلندية جمهورية إيرلندا، وهي يعني مستقلة ليس لها علاقة بينها وبين بريطانيا. بريطانيا فقط مستعمرة جزء من إيرلندا، وهي بلفاست، إيرلندا الشمالية وعاصمتها بلفاست. يعني بالنسبة للإيرلنديين يعتبروا إيرلندا الشمالية يعني محتلة، فبالنسبة للإنجليز يعني هي جزء من بريطانيا، لكن الإيرلنديين يعتبروها يعني مستعمرة بريطانية أو مستعمرة إنجليزية. فالناس خوتنا إذا حبوا يتصلوا بالجامعات الإيرلندية، يعني ربما المزاول دراسة وفيه في برامج، يعني في بعض الأحيان يديروا دراسة مجانا، بما عرفنا في بسكولرشيب، فري سكولرشيب، فهمتوا؟ فاتصلوا بهم. طبعا الناس يدخلوا الإنجليزية وهكذا، يعني حينما تتصل بالجامعات يرجعوا يكتبوا لك وتواصل معهم باللغة الإنجليزية وهكذا، يعني ربما يعطوك ورقة ويدير لك دعوة وتدير بها التأشيرة، ربما جمهورية إيرلندا، الله أعلم، في تونس أو مصر أو فرنسا، لا توجد قنصلية في الجزائر. وكما تعلموا جمهورية إيرلندا عندها نفس المستوى نتاع الدراسة في بريطانيا، التعليم، التربية والتعليم نفس المنهج، نفس التربية. الايرلنديين صرفوا بزاف على التربيه والتعليم، ويعني دولتين في اوروبا يصرفوا، قالها لي واحد الدكتور، وهي بلجيكا وايرلندا. فمثالا حينما تكمل دراستك في ايرلندا، ربما يعطوكم كما نقولوا شهاده عليا، وتقدر تدير بها الاوراق وتشتغل في ايرلندا وهكذا، بعد سنوات تحصل على الجنسيه الايرلنديه ومبروك عليك. يعني نصيحتي لخوتنا اللي يحبوا يهاجروا ايرلندا، لازم يعرفوا كيف هي البداية، كيف تكون، لازم تتصل بجامعات او معهد للدراسة، بعد ذلك الاسباب، نتخذ الاسباب اخي وهكذا. اما بالنسبة للدول الاخرى، كل واحدة وقوانينها، كل واحدة وشروطها، واذا جيت هنا ولقيت خدمة تخدم في الاسود والستار ربي وهكذا، خوتنا على بالهم وإحنا على بالنا، الموضوع لازم له حكايات اخرين، لازم قصة وكلام واحد اخر، لاني يعني ما نقدرش كما نقولوا نكذب على الناس ونقول لهم، ما نقدرش نعطيك معلومات كاذبه ونكذب عليك، فهمت خويا؟ لذلك انصح خاوتنا بتعلم الحرف المهن اللي يخدمها. اما الناس يحبوا يدرسوا كفاءات، فاكيد اكيد راح ما يتعبوش في حياتهم وهكذا يعني. اما اللي يجيب بدون مهنه، لرزق الله، نعرفوا باللي رزق الله، لكن والله صدقوني فيها صعوبات. تصور ما عندك حتى ميتي وتروح تجري، وهم جربوها الناس، وكاين اللي رجعوا، وكاين اللي يعاودوا يتعلموا مهن هنا الى اخره. الشيء الاخر يقول لي واحد اني نجي لهنا ونتعلم، يا اخي هذا خطا،
لانك تجي هنا تحاول تخلص الكرة وتجري على الكرة تاعك وما عندكش دراهم وهنا غالية، فانت تحاول تخدم ماشي تتعلم. تعلم في بلادك، في بلادك الفرص ربما ارخص، الحرف تدير اي حاجة مجانا، بينما هنا انت راك جاي الدولة راك كما نقولوا راح تخدم، راح تتعب، راح تحوس عكرة، تحوس على اشياء اللي تعاونك، عكس انك في بلادك عندك الفرص بتقدر تتعلم حرفة الى اخره. اما كان اللي يقول لي يجي هنا ويتعلم هنا الا اذا عندك شوية دراهم، صح عندك دراهم وعندك سكنة وعندك وتاكل وترقد وتتعلم، فهمت يعني لا كفريها هكذا بالدراهم يعني تعلم، لكن فيها شروط من بين الحرف انك تدخل لغة تاع البلاد اللي راح تتعلم بها، اللي راح في اوروبا يعني مثلا راح تدير الانجليزية لازم تدخل الانجليزية، الى اردت السويدية لازم تدخل السويدية، الهولندية الهولندية، الالمانية الالمانية الى اخره. ما خاوتي هذا ما عندي اليوم، خليكم مع هذا المنظر من ريجنس كانال، وهذه هذا يعني قناة مائي طوله 14 كيلومتر يمر على عدة بلديات أو مناطق هنا في لندن. طبعا الإضاءة شعلوا أبدا الليل شعلوا الإضاءة أنا بتمشي شوف أنا كل واحد يأتي بروحه. كان الناس يجي يصيدوا هنا بعد ذلك الحوت هذاك اللي يقبضوه يعاودوا يرموه، لان الحوت هذا ما ياكلوش ملوث. هنايا احنا مساكن شعبنا الحدائق والمتنزهات ولا شيء، ما عندنا حتى علاقة سبحان الله. يعني مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد والله ربي يكون معنا إن شاء الله، ربي يكون مع شعبنا وهكذا. يعني المفروض في كل حديقة في كل مكان في كل حي أكثر من حديقة ومكان يريحوا فيه الناس، أماكن رياضية إلى آخره. هذه كانت ولا شيء يديروا منها قهوة، شوف لكن تذكروا البنيان هذا صورتكم أقل من سنة، شوف 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 ولا وسدموه، شوف كيف بناوه، شوف شوف نحن نريكم شوف طبعا أقل من سنة، شوف عم بيجي يسكنهم أخيرا، شوف هذا الاستوديو تاع غانغز براند تاع ألفريد هيتشكوك، هذا كان مخرج أفلام الرعب معروف. أنا شوف رموه وصورتكم أقبل منه، لكن في العيادة أفادة، شوف كان هنا استوديو بين 1924 إلى 1949. هذو صورتكم قبل كانوا يبنوا فيهم، شوفوا وين طلعوهم، شوف هاك سكنوهم خلاص. تحياتي لك فوزي، تحياتي لك، تحياتي لكم كل اخوة متابعين في كل قارات العالم، سلامي لكم مودتي لكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. ناس اللي تبني بلادها، شوف هذه المنطقة كانت يعني معروفة، يعني كانت شغل فقيرة. هذو طبعا الجهة سكنة اجتماعية، ها شوف ها سكن اجتماعي، ها شوف هاي سكن اجتماعية، يعني معنا شغل مش غير في الجزائر سكن اجتماعي، حتى في بريطانيا سكن اجتماعي. شوف هذو طبعا راح يبيعوهم الناس، الناس اللي عندهم الفلوس كما نقولوا، وهكذا طبعا. هذه احتجوها طبعا
ها طلع شوف. حنا يا البريك تاعنا قش داير وما بناوش البلاد، حنا شوف البريكه قش دايره وبناو كل يوم طالع العالم. ها شوف الرصيف، هذه مدرسه يعاودوا يرموا فيها. طبعا هنا مكان كيما نقولوا ساحه اللعب تاع الاطفال. ها مدرسه، ها شوف يدير الرياضه، شوف في كل مدرسه هنا الرياضه، دير لهم كيما نقولوا ارضيه خاصه حتى يطيح التلميذ او التلميذ ما يصرى له والو من المنطقه الاخرى، فهمتوا؟ حنا لا رياضه لا تربيه ولا تعليم، طاق على من طاق. المهم خوتي هذا ما عندي الان في هذه المره ان شاء الله، ومره اخرى ان شاء الله تحيتي لكم، سلامي لكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. يس برادر يس، مع الأسف كل الدول في تقدم إلا الجزائر في تأخر أخي كريم، مع الأسف. ولو نرجع للتاريخ يعني الجزائر في الثمانينات كانت أحسن من الآن، التسعينات رغم المشاكل اللي صارت التسعينات كانت العملة الجزائرية أحسن من الآن. واش هو صار الآن؟ المسؤول اللي يجي يهرب الدراهم ويروح لفرنسا ولا أوروبا ولا كما راك شفت في إسبانيا ذاك حداد عنده 3 فنادق فخمة، من أين لك هذا؟ لو استثمرت في بلادك ودخلت القدامين في بلادك وتجيبوا السياحة، الله يدم قلبك ياكلك. المهم خوتي شوف الناس كيف راهي تقدم وبناء وهكذا. المهم ربي يحفظكم ويسلم لكم وتخلوا بعضكم إن شاء الله، قلبك يوجعك. السلام عليكم.